الله 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 الله. ايه ده يا استاذ عادل؟ مالك؟ وايه المواد دي كلها؟ بدهن يا سيدي بدهن. كل دي دهانات؟ ايه بتدهن خط بلوبيف؟ اسمه خط بلوبيف؟ اسمه خط بارليف يا جاد. بارليف؟ قال يعني يا استاذ عادل بارليف؟ بارليف يا سيدي كان في حرب 73 كان في يعني ايه في شق صغير عندي يعني في الحيطه في الاوضه فبدهنه. هو ده بارليف يا باشا؟ ايوه ايوه. بس دي دهانات كتير قوي يا باشا. مش مهم كتير، المهم يخلصوا بقى الحيطه دي قبل ما يخلصوا على الشاي كله. شاي يا باشا؟ انت جايب قهوجيه يدهنوا ولا ايه؟ يا ريتهم قهوجيه، دول يا سيدي بهوات مديرين فنادق وهريني طلبات. شكلك كده يا استاذ عادل ما تعاملتش مع صنايعيه قبل كده. الصنايعيه يا باشا لازم يتدلعوا عشان يعرفوا يطلعوا شغل. يتدلعوا من لهم ايه يعني؟ اتحزم وارقص لهم؟ لا باشا مش قصدي، انا قصدي هات لهم رقاصه. رقاصه؟ لا يعني هات لهم شريط فيه اغاني رقص دي جي دي ان ايه دي ان ايه. احلل لهم عشان اثبت بنوتهم للصنعه يعني. يا ابني انا ناقص بقى تقول لي اعمل لهم فرح واجيب لهم مونولوجيست كمان. لا المونولوجيست هيكلفك يا استاذ عادل. انا قصدي يا باشا تشوف كيف كل صنايعي فيهم، يعني في صنايعي مائي، في صنايعي هوائي، في صنايعي ناري، في صنايعي ترابي. يا ابني دي كلها ابراج، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده يا استاذ عادل؟ ده انا الواد ابن عمي قعد يدهن في الطرقه اللي بين الحمام والمطبخ 8 شهور. 8 شهور؟ اكيد المطبخ كان في شبين والحمام كان في اسوان. كانوا شقه واحده بس الطرقه كان فيها مرمات كتير، ايش دهان ارضيه ايش دهان سقف. ارضيه وسقف، واكيد برضو جابوا بقى محافظ شبين افتتح لهم الطرقه. هو اللي افتتحها هو وعياله. وحط ايده في ايد الصناعيه. حط ايده في ايد الصناعيه ايه يعني؟ خطب اخت مبيض المحرك؟ كانت مخطوبه فخطبنا له بنت مبلط السيراميك وصرمات له الشقه كلها ببلاش. انا قصدي يا استاذ عادل تحط ايدك في ايد الصناعيه عشان ينجزوا لك الشغل. كلام معجون برضه. يا عم بقى مش عارفين نتفرج على المسلسل من الدوشه اللي انت عاملها دي. سيب الصنفره دي بقى وانزل درب لي اللون. ادرب لك اللون؟ ايوه كويس قوي. انا كنت عايز لون اوف وايت اللي هو ابيض كريمي. جرايه يا استاذ عادل، انت هتتدخل في شغلنا؟ اوف وايت واوف نايف حضرتك. خلاص بلاش اي لون اي لون، المهم اخلص بقى اخلص. خلاص يبقى تقعد تدرب لي 9 تلوان مختلفين مع بعض، واللون اللي يعجبني اقول لك تدهن بيه والباقي ترميه. حاضر يا اسطى. طب ممكن بس يعني لما اخذ اي حد يجي يساعدني يعني من اللي معاك دول؟ هو انت استاذ عادل خلاص لا بقى لا في نظر ولا بقى في دم؟ عايزهم يسيبوا حلقه من حلقات راجل وست ستات عشان يبيضوا لك اوضه؟ راجل وست ستات بتتعاد في كل حته وعلى كل المحطات، خلاص زهقنا. انبر بقى فيها، دي احنا بناكل عيش وشغالين. بس عايزهم يساعدونا، امال هم بيشتغلوا ايه؟ مش دي شغلتهم برضو يا عم؟ احنا كده الشغل الجديد لازم الزبون هو اللي يبيض قطه عشان في الاخر ما يشتكيش ويقول ان الشغل وحش. اعلم يا استاذ عادل ان الزبون دائما على حق. ماشي على حق على حق. طب مين اللي هيساعدني؟ مين اللي هيساعدني؟ انا عايز حد يساعدني. يلا نروح شوف حد يساعدك. حاضر يا اسطى. حاضر. كل دي على ده. ده مشكله. شفتها شربت حجرين عالشيشة عالشيشة عالشيشة. شربت حجرين تانيين برضو عالشيشة عالشيشة عالشيشة. شربت بقى حجرين عالشيشة عالشيشة عالشيشة. بنتي ياسمين. نعم. روحي هاتي لي بسرعة البتاع الفرشة اللي هندهن بيها الأزرق. حاضر يا بابا. لا بابا إيه؟ قولي لي حاضر يا اسطى. حاضر يا معلم. بابا إيه؟ فكك فكك فكك. سيبك من الشغل ده بقى يا ياسمين واعملي لي كوبايه شاي. حاضر يا باشمهندس. عن اذنك يا استا بابا. اتفضلي. جرايه يا عم الاسطوات، في ايه يا عم؟ ما البت شغاله معايا، ما تسيبها يا عم شغاله معايا يا عم. لو سمحت يا استاذ عادل، لو سمحت خليك في شغلك، مش كفايه بعلمك صنعه انت واسرتك تتعايشوا منها؟ انا خلصت يا حضره البيه القسط. حضرتك مني عايز اي خدمات مني يعني؟ لا تسلم ايدك يا ست الكل، بس يا ريت تحضري الغدا يا مدام رانيا. تحت امر حضرتك، احنا هنا حياتك عشان حياتك تؤمر واحنا ننفذ، لان احنا هنا خدامين اللي جابوا حضرتك عندنا اصلا يعني. كلنا خدامين اكل عيشنا.
يا اسطى يا اسطى. نعم. بالنسبه لاوردر الشاي يعني اللي انت بعته مع ياسمين، ليك مواصفات خاصه في الشاي عشان الشاي اللي فات ما عجبكش. يا ريت بلاش السكر السايب ده، جيبي لي سكر قوالب. تفل كتير. تقلي الشاي، انت عارفه الشاي الصناعيه. اعملوا لك سبونج. لا هاتي لي البويا اللي شبه المهلبيه. حاضر يا طنط. طيب لو ما لقيتش اللي شبه المهلبيه اجيب اللي شبه الرز بلبن. اي حاجه. حاضر. شربت حجرين على الشيشه يا ماما. ايه رايك بقى يا اسطى عادل؟ اظن الحيطه بقت 100 100. عجبك شغلنا؟ شغل فنادق بصحيح. والله لا صراحه شغلكم زي الفل، وعندكم واد صنايعي يا اخي ايده تتلف في حرير ما شاء الله يعني. الله اكبر عليك، ما تنبرش عليك. صراحه يعني. فين بقى المعلوم؟ معلوم؟ قوي 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 عينيا، بس المعلوم يروح لصاحب المعلوم. اتفضل يا اسطى. متشكر جدا. يا سلام، ده بس ده كتير قوي يا استاذ عادل. لا يا راجل كتير عليك، ده انت عملت مجهود جامد. ايوه بس يعني الباقيين دول مش هياخدوا حاجه؟ لا طبعا هياخدوا. ايه هياخدوا؟ ايه ما هم ما عملوش حاجه. طب يا سيدي متشكرين قوي، الف شكر، الحمد لله. ايه ده 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 15؟ ايه ده ايه ده يا سيدي؟ ايه حقي انا اللي عملت الشغل وانا اللي خدت الفلوس، عايز حاجه ولا ايه؟ ايه عايز حاجه؟ مفيش حاجه. وغير كده بقى يا استاذ في حاجه تانية كمان ناقصه. ايه؟ الاكل اللي انتوا قعدتوا تدفعوا فيه الفتره اللي فاتت دي كلها، ده حقي انتوا ما عملتوش حاجه بالاكل ده، عشان كده هتصرف معاكم يا رجاله. الحو